بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وختام الجولة 21 من دوري نايل. ولكن قبل ما نروح للقاءات اليوم، خلونا كده نستعرض مع بعض نتائج الجولة بالكامل. النتائج ما كانش فيها ولا لقاء بالتعادل، تعالوا نشوف مع بعض كده. بداية الجولة كانت بين زد اف سي والمقاولون العرب، مقاولون فاز 1-0. اللقاء الثاني بلدية المحلة والاتحاد، 2-1 للاتحاد. فاركو والاسماعيلي، 2-0 للدراويش. الداخلية وسيراميكا كليوباترا، 3-1 لسيراميكا الجونة والاهلي، وفوز الاهلي 3-0 البنك الاهلي وانبي. واكبر نتيجة كانت في الاسبوع، انبي فاز 5-1، ثم سموحة والزمالك، وفوز سموحة 1-0. بص، ما فيش ولا تعادل ولا ايجابي ولا سلبي، هنشوف لقاءات النهاردة هتخبلنا ايه في ختام الجولة 21. كمان بعد ما شفنا كده النتائج بتاعه الجوله، تعالوا نستعرض جدول ترتيب الدوري قبل اللقاءات اليوم. مركز الاول بيراميدز لعب 17 لقاء، يمتلك 38 نقطه. المصري في المركز الثاني 19 لقاء، 34 نقطه. زد اف سي 21 لقاء، المركز الثالث 33 نقطه. ام بي في المركز الرابع 21 لقاء، 32 نقطه، كمان 32 نقطه. الاتحاد 22 لقاء في المركز الخامس. سموحه في المركز الثالث، المركز السادس اسف، 20 لقاء، 31 نقطة. أما لو رحنا للمركز السابع هتلاقي سيراميكا كليوباترا ب 19 لقاء، يمتلك 28 نقطة. 28 نقطة أيضا يمتلكهم طلائع الجيش من 18 لقاء، المركز الثامن. والتاسع برضو الجونة، 20 لقاء ويمتلك 28 نقطة. أما المركز العاشر النادي الأهلي من 13 لقاء فقط، موجود معاه 27 نقطة. عندك مودرن فيوتشر المركز ال 11 من 18 لقاء معاه 26 نقطة. الزمالك في المركز ال 12 من 15 لقاء فقط، يمتلك 24 نقطة. عندك بقى كمان الإسماعيلي في المركز ال 13 لعب 21 لقاء، عنده 22 نقطة. بلدية المحلة مركز ال 14، 20 لقاء، عنده 19 نقطة. البنك الأهلي في المركز ال 15 من 21 لقاء، 18 نقطة. كمان المقاولون العرب مركز 16 من 20 لقاء، 15 نقطة. فاركو في المركز اللي قبل الأخير 17 من 19 لقاء، عنده 13 نقطة. والداخلية في المركز الأخير مركز ال 18 من 20 لقاء، عنده 11 نقطة. بعد ما استعرضنا مع بعض كده نتائج الجولة وكمان جدول الترتيب، خلونا نطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم بالتفصيل عن لقاء بيراميدز ومودرن فيوتشر، ولكن بعد الفاصل استنونا.